أخيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، وبابك أفرتانات حديثي شني تمنات أهنا حديث كسدح بقول إليه لباتا كتابك عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنها زينب وراثة قفي يذكسو جدي أهين عبد الله بن مسعود تواني دي سي الله رضا الله راضي كان نقضيه. قالت حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كاوحي لتصدقنا يا معشر النساء ضمر وحلبح وصدقيست ولو من حليكن ولو من حليكن أطبك كصدقيستان ويحيى أشكو قرحين لهيدين حتى صدقتها النقطة حلي المرأة اللي هو زينتها وآه ما أركتي وحي هواني ذو أي أشكو قرحيسو وديها لقشتو وفرها لقشتو وججيمها أي وحي لمدك. قالت مركا وحي تيري مركا مقشي صدقتها اللبحة صدقنا طبعا halka ay ku dhacayso wad garan kartaan waxa la siiya dadka u baahan sadaqada haytiri farajatu ila abdullah bin mas'ud abdullah bin mas'ud oo degeed ah ayaan u laabtay bay tiri fa qultu lahu markaas waxaan niri innaka rajulun khafifu dhat al yadi niyoni waxa tahay waxba aanan haysan oo jam maran ba tahay wa tan sawt al manashali in khafifu dhat al yadi ay tahay قفك وحباء هيسن أو مرك الله فسيريو أو أن أربى أربى لغو بيجن ومحايا لي لقد يوضو ساسي أسمى السنتر وكلمة يوضو سي أغيرا سيلا أو تلمام إيسا إن قفك كانوا جعنتي سؤان إيسا وعسلين مرها ديا مرانتا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة نوحا تهي وحباء هيسن رسول كان وحو إن فريد إنه وحلب حنو إفأته بل أتغوه فاسأله سويدي فإن كان ذلك يجزي عني هدي أرنكا ويقو ديوه إن صدقذي أذيك قلب بيكتون كسيوه وإلا هدانا أهين صرفتها إلى غيرك إلى غيركم إذن إذنك أهين بأمرك بهاشا أولوى عانيا وأنسينا ياي بل نبيك سويدي مركو حيرتا إني ترهاضو تصدقنا هدي ليري عدا يصدق ذاكو بحيث إذنك أبوه الرئيس ذاي موقتا oo odaygii baa taxna ma haysatid guriga ay taan baa joogta iyo waxaa jooga kuwa marka iyo awaama ah bal nabiga waxaad noo soo weydiisa in idinka idinku baxday in kale hadday idinka idinku baxdaan idinka iskale mudnaanta lahoo la siinaya haddii karama dad kale ayaan la aadayaa bay tiri Zainab. Faqaal Cabdullaahi ibn Mas'uud baa wuxuu jawaabay wuxuu ku yiri bali tiihi anti bal adi u tag ani hay dirin adiga u tag nabiga sallallahu alayhi wasallam soo weydii su'aasha. فانطلقت بيتي جبر ينور نيس زينب وان دقاقي فاذا امراه من الانصار باب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركان ماشي تجي وحن بهلكا كل كلمون كو اركي انا جوقتا فاذا وفجيا هويني انصار تكمدا يودن الباب كتاغنو حاجتي حاجتها دنتي 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 دتا يعني اسكو سؤال بان وصعنا اذا سؤال شان اني قبي قبتا marka halkaasan kala kulmo taban waxa meesha ka muuqata marka inay iswaraysteeno adna maxaad u timid ammu xasan raadina adna maxaad u timid kadibna ay ino sheegayso la isku dambaanahay wa kana rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam qad ulqiyat alayhi almahaba qad ulqiyat alayhi almahaba nabiga waxa nin haybad ilaahay uu dul saaray oo laga heebay isla guma dhiran kari macna inaan markii rasuulullaahi iska dhahnaay way adkay. فخرج علينا بلال بن نصر بحن الباب بدا الباب كساو تاجد فقلنا له مركان سامحان كنري ائت رسول الله رسولك الله اتغو فاخبره حد ورجلي صاد وشيكتا ان امراتين بالباب تسالانك ان لبها وين الباب كو تاغيهين كله وسؤال كو يديني انت نغا غارسي وسؤال شو محيته تسالانك وحي كو يديني تسالانك قول لبها هوان تسالانك أتجزئ الصدقة عنهما صدقة مي كجوديسا
على أزواجهما إن أولياشو دائكو صدقيستان إيو على أيتام في حجورهما إي أغوانا هيان ولجوغا ومسؤولية دو ذا قعانت كجير مركا يعني مثلا في حجر فلان وكستري ما شاء الله دهوي كفالقات كاس وقرقنا وجوغا وحيو راحي السي زينب وهل ليس حديثنا إنو ورينيس ولا تخبره من نحن نعيد عنا عنها وشيء هبلاي هبلاي تاقنا هنا بهنا كلي أدو حاترا هذا اللي بها ويني بابك تاقن سؤاش النوع عانا ويقران فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال اسم رسولك وقال كل عبتي فسأله هو يدي سؤاش هو يدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك في المركب تسنك جواب من هما ولا وضع الباب كتاقن حي فرين نهر وقباءه إنوسا شيغين قال بحر امرأة من الأنصار وزينب هويني أنصار تكمل إي زينب على الباب كتاقن وهو قصبان هذا نبي قوي دي مركا كان مقرن كرو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كما الكفر أي الزياني به هذا الزينب ذو يبدن يهين تيبا دولة جهدا زي ما زينب تي سيدا أهيد ما زينب تي سيدا أهيد بمعنى مركا وحام مقاتا إن ديقان كو أي زياني فربضان دقين قال بحر امرأة بعبد الله امرأة عبد الله وعبد الله بن مسعود هويني دي سيوي زينب تانو لجيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كما الكفر لهما أجران لما أجر بيليهم ومذ أجر القرابة أجر ككسو قلي حق قرابنا يعني قرابة سينتا قرابة دريالك وحيكوه ليان وأجر الصدقة أجر كي صدق ضعها متفق عليه حديث البخاري ومسلم بوسكوها فقال حديث طبعا صلى سوق هذا ديني وحلق لبحة وفقئة إيو وحماشة كجراء كنوزة ولم أضع كلب بحان أصاحت أدي أن كسر قوينا ونكلية إنت حدا إن خصيصاي باب كانوا قنتين هاي أها باب بر الوالدين وصلة الأرحام بان كد الناصومة صلة الأرحام تدقض على السين يددك حكتدا حكا لدع إن وحل السين بنا واتكو حريري سو حريرين تي ليس فري بنا وصدقين نقوانك سوي حديث اللي حيث ابن ناسد حبق الله باتني تضبو عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أبو سفيان ومجي عيسو معركة أبو سفيان وصخر بن حرب الذي هجري حديثي سديرا قصة بسنة قصة هرقل أيا وحا كجر أن هرقل قال لأبي سفيان هرقل إنه أبو سفيان كيري معنى سؤال بويدي حديث وحديث لها فماذا يأمركم به؟ نين كان الله هو النبي وصاب ظاهر وصاب حد ليه الله هذا نو شيء يسيد محوذ فراغ يعني النبي صلى الله عليه وسلم النبي محوذ فراغ قال بحر قلت حانري يا هذا الكله سفيان أبو سفيان يقول وحدها نو شيء فاعبد الله وحده إلهي كليل عبدا ولا تشركوا به شيء وحبه لو ذا جنين واتركوا كتك واسكدها ففرح كلبحة ما يقول آباؤكم أبوكم وحي إليه يعني إذن لمن ويأمرنا بالصلاة صلاة النفراء والصدق رمت النفراء والعفاف الأرسنان والفان النفراء والصلاة إحرين تقربنا النفراء متفق عليه حديث المركة والصلاة وهل كان مركة أسعى النؤة إن قربنا الحرين إذن سؤال وجوه الرئيس إهرقل ويدي أبو سفيان أو ربو إن ku garow sada ama uu ku ogaado nabinimada nabiga sallallahu alayhi wasallam baa waxa horta muxuu idin faraa mufradaadkan marka isdaba yaal oo tawxiidullaahi jalla wa ala ah iyo wixii baadi ahaa ee laga soo gaaray abka ab oo taxanaha ahaa in halka la isaga tuuro kadibna mabaadi isku qofalan oo kow ka tahay salaadii oo laba ka tahay runtii in la sheego dhowr sanaantii islaati raxam oo mabaadi marka cajaaibteeda leh runtii xadiidka انتي سكرانا وحي كم تحيابها اتنشن كأموا سوجي تي هرقل باي مفردات كانوا هاين لك حديث ولي نوسو قابيب حديث يتضبي تمناد أهنا سدح بقلي ولا بعتني سدين وعن أبي ذر رضي الله عنه قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يقول حير إنكم ستفتحون أرضا للباد فرندون طعن يذكر فيها القيارات واللي وش شيء يجدونه يجري على ألسنة الناس القيارات إن الشيء ومركا
معيار هالباقة وميزانه موحونها بمعنى إذن وماشي أدوك هذه اللي كارنسي مركا متداول كعلى أدوك أي يحوك على قتان أياد أتجدون دان. وفي رواية وحاقوس أرى ستفتحون مصر مصر بافتر آيات فرندون تان وهي أرض يسمى فيها القيرات وأنا نقول قيرات كالبوشيك شيء فاستوصوا بأهلها خيرا دتك ديغان كا هلكا ديغان وناجيب كلمة دي استوصوا هداد أركتين معناه إذا ما هو نوضر دار من كلمة استوصوا بالنساء خير ما كلمة وناجيو فإن لهم ذمة ورحمة وحوادد ذمان له وأمن له يعني أمان بين وليهن يحرمت بين وليهن حرمت أمان بين وليهن سيدا شراح ذو أي كلمة ذو أي دول دقيان إيا ورحمن وليهن إن ما دام أيهن ذات قرابة إن الحريريون وفي رواية فإذا افتتحتموها هداد فرتان فأحسنوا إلى أهلها دد كديغان كاجوغاي وناجيو فإن لهم ذمة ودد حرمدي أمام بإن نقوله ورحما قرابان له أو قال ذمة وصهرا أمام حرمد إيو حذي النمان له رواه مسلم مركا قال العلماء العلماء مركو حير هذه لوضع الشيء رام صار له الشيء اللي يري الله تلمام بحين الرحم قرابة للشيء التي كانت لهم أو رام صار أي مركا لونس بي أو حيث كون هاجر أمي إسماعيل هاجر إسماعيل هو يدي أهي عليه الصلاة والسلام منهم أي كسو جيدة هل كان مركا هل كان مركا يكتد كل نقضين والصهر هو حق حديد نمضنا كون ماريا أمي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ماريا وإبراهيم ده الشيء إبراهيم كي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال ويل كي سي أهانا هل كاسي كسو جيدا مركا اللبا رمبا أما اللبا لنعبا وضد أن رنتي آد وسجود له نهي والنبي قلت المام يا قرابة نوان نهي وهاجر بها لكا كسو جيدا حيد النوان نهي وهل كان ماريا كسو جيدا النبي صلى الله عليه وسلم مركا المام مركا النبي صلى الله عليه وسلم عرق وحتيح قلين يا رحم كاسة وفق بلا تيح قلين يا إذن أهمية دي ذي لذا حديث كسي دي تبنات صدح بقول الله تنسى قالنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحيري لما نزلت هذه الآية آيات أنا مركي سود اكتوأ وأنذر عشيرتك الأقربين ودك اكتدى ذا دور مركي سود اكتوأ آيات الشعراء مركي سود اكتوأ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا نبي قريش بسوقها فاجتمعوا وصوروا رين ويمادين فعم وخص سجود يسجار بولا هذا هذا يا قريش أي أدينهين هاسنا وقدين أود هاس ودع دعاء وقال يا بني عبد الشمس رب بني عبد الشمس يا كعب بن أي رب بني كعب إن أنقذوا أنفسكم من النار النار إسكبت بادية يا بني مرة رب بني مرة يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار نفس الدين ناكبت بادية يا بني عبد مناف رب بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار نار إسكبت بادية يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار نار إسكبت بادية يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار نار إسكبت بادية وحو وضبع بحر يا فاطمة فاطمة والرواية كلام حاجة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم معركته إن أنت سيئة هيدي أنقذي نفسك من النار نار إسكبت بادية نار يعني كسو قال فإني لا أملك لكم من الله شيئا أنقو حوائدي ما هنا نيرو يعني مركي هذا الكام انت مركي لي أدنى إذا نسجار الله وشيغي وفخصي ويسوق لي ساي بو يو رمب إذا الكدع كله وحفا أني أي لا أملك لكم من الله شيئا من دفع ضر أو جلب نفع أنو حمق منكرو غير أن لكم رحما هساهاتي وحاسجرت إن أت قرابتين وحكتني ما نقدر حيسة سأبلها ببلالها أو ما ببلالها لبضوا وأن حريرين يا أبو النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم بالكلمة دا إيه دانا سيدي تي هروكال ما إنان سي داركتي وما إنان لقبين وما دهن ما أردت أنا بيقوش بيو بالبلاء ما إنان دين حاني روان حريرين وأنا معناها الله صعود
قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها أما ببلالها وبفتح الباء الثانية وكسرها. الإمام النووي لبعض هو النسي عليه بعض لبعض بعض الكويت حرف الجر واعتبار ما له هنا، لكن بعض لبعض فعل أسل كيسو يهي هنرجي إذا كلمة أسل كيد وأيتها كلمة أما حرف أوهر بعضها إن لهوس ديغن بنانتو بلالها لدهو إن لكر ديغن بنانتو بلالها لدهو أي الماء والبلال الماء وطان شارع صوانري بالبلكي ماشي كتمدوي. ومعنى الحديث بحوية مركز سأصيلها وان حريرين يو هذا المركز السارسي وان حريرين يو كل قبعه وان رشين يو حبها بهن شبه قطيعتها بالحرارة قنت لقيني قرابة النبي قوحو كلام الدقاية وحكولون وحكولون تطفأ بالماء بيا لقب اختياء ولقب دمية وهذه تبرد بالصلة قرابتنا روحو كدقاية مركز لقيني مال هوري سوكل ودم دمي سوباهان ان لا معرفتي بيا لا سو غار اوباهان مركا مخا لاغو خيريا قرابدي وخا لاغو خيريا خيريرينتا يعني مخا لاغو دمينيا عند دبكي خيريرين با لاغو دمينيا حديثه سيالي تمنا وصلح بقول صدنا عن ابي عبد الله عمر بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان مقلي جهارا سعت أم قطان أم غير سر يضع هذا كأن عين هذا الهوس لورد يقول أيان مقلي يقول له إن آل بني فلان ليسوا بأولياء لا بني فلان حنا كما نحي أولياء ذي ما إنما ولي الله وصالح المؤمنين أن يوحى وليه إلهي المؤمنين تكوذوا ونكسا ولكن لهم رحم لكن قرارا نقد حيس يعني معنى حكتني ما نقعد بحيث أبلها ببلالها وأن حريرين متفق عليه والله بذل البخاري أما شو على قاعدة المركب ضدك حكتدا واتكلم فكر دونان كرتان واتكلم منهج دونان كرتان واتكلم أركتي دونان كرتان اسكو مالبا وحكما أركتان قضاياتك اسكو السينة وما فكرتان ونوبا ومال قارع حزب قارع وكدو في شيء هاي لكن وحاجة لدوح أن لقيته كيري سكستا او ادوغه ود الدين في عنتها اي ام اسو كاغه في عنها اما وا ادو وحو دهرتها لكن waxaa laga yaabaa isagu waxa jira shay ilaahay u qoray ah inta yar dhalashada ah ee dhiga isuu keenay in aad si isku xiriirisid si kasta baad kale marka doontiin nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay anuu dadka ii tirsan wa salihul mu'minin ilaahayna wan ku xirana iyaga sooma waxa ay yihiin mala laakiin inta rahimka ah ونقدر نحسها حق إذا مشي إذا دقيا أبو النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه واللفظ لي للبخاري الحديث العشرون حديث الأربعينات وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وحل قولي أن رجلا قال يا رسول الله نبا وحكي رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة رسول الله إيش عمل جنة يقلني ويباعدني من النار نار تنعي فوقيني فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي قمرك حير وسوء الرئي إن كان سوء أي شيء سوء رسنت جوابتنا وي رسنت تعبد الله إله العبد ليس ولا تشرك به شيء محبال لو ذا جن ميسد وتقيم الصلاة أوغيس وتؤتي الزكاة بحينيس وتصل الرحمة قال بدا نحير ليس متفق عليه وأنت أنكلي حديثه إلا بعد تبنات وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكوري النبي قال إنه إذا أفطر أحدكم متكين مركو أفوريو فليفطر على تمر تمر هكو أفور فإنه بركة تمر تسوى بركة فإن لم يجد تمر تمر هدو يؤانو هيرين فالماء فليفطر بالماء بها كو أفور فإنه طهور ومد يسوي مركو حتى هيرية وقال وحيد الصدقة على المسكين قف أحبانا هيسا أحلو صدق صدقته حوام هاي الصومة وصدق بحكمها وعلى ذي الرحم قفك حكتدا وحلق صدق يستنى ثنتان اللبي كدقنت هو صدقة بيدن كتهاي وصلة لن كان حريرين بيكتهاي الحديث هذا نصوم الرواه الترمذي وقال حديث حسن حديث اللبي لواتنات أهنا صدح بقول صدني صدح وعن ابن عمر رضي الله عنه قال وفي كانت تحت امرأة هوني بن قبي كلمة مكة تحت هذا لتلمامي وكلمة
loo adeegsado marka labada ruux waan uu qabaa iyo isqabaan marka liyaalika ilaahay markuu leeyahay kaanata taxta cabadayni min cibaadina صالحين يعني يا قبول مركا هويني بان قبول بيرو كنت أحبها وأنا جعلها وكان عمر يكرهها أبهي عمرنا ونعبنا ومجعلين يعني معركتي ما هاي نت مركا سو كفر حسن فقال لي مركا سهيل طلقة فر يا لهاية عمر الخطاب ما لهاية فأبيت أنه أندي ذي مرحبا جعلها بير اسكفر محيت فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عمر النبي قلت لك فذكر له ذلك أرنك وشي وحيل ويل كان دالي وحو قبا هويني يعني ورالي كأهين فر مر كان إليني وائدي دي رسول الله لصعب فقال النبي حر طلقها فر النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث سدحي الوطنات وعن أبي الدرداء وعن أبي الدرداء عندها رضي الله عنه أن رجلا أتاه نبأ من أبو الدرداء فقال يحير إن لامرأة هويني ضنقبة وإن أمي تأمرني بطلاقها هويذين وحي فريسا إن أنفره فقال يحير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي قال مقلولة الوالد أوسط أبواب الجنة والدك وجنة الباب بدل مثل كذا لحد حي فإن شئت هداد وانت صامه يعني مركة أوسط مركة الإمام وماشي وصل رئيس ماشي غير له فأضع ذلك الباب هذا دون الباب كاس بس كان ضيع أو احفظها ما بقى إلى شو ضيع أو كوك عن سيره ده هو إيداية أنا قبل أما احفظه إلى شو وحل قليه فيال فر هذا الحديث وحي موجين يعني إن أبها النقطة أما هو يها النقطة هدي إلي ماذا إن ما أركتي فر أي تحي فاهم فربضان وفقية أيام يشك جدت النص أهر ما تمر رأى رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث أفر لا تناد عن وعن البراء بن عازب رضي الله عنه محل قوري عن النبي وكبري صلى الله عليه وسلم قال إيه الخالة هبررت بمنزلة الأم هلك بوس هو تاغنتي تاغنته رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي الباب باب كان أحاديث كثيرة في الصحيح المشهور أحاديث كثيرة في صحيح في الصحيح مشهورة أحاديث ربضا بك صارت تربضا وصحيحين كأم صحيح كجر تلم معروفة منها وحكم ذا دون حسوسيو حديث أصحاب الغاري لما قلت كل عيب لما قلت كجر لقح مركع قد ظلمي سدح من كم ذي لبدا والد وناقة إسامة فلك أصمي إله كل بري وحديث الجريد ومرك يا رب مسألة دي إذا متمسه هي ذي ودريمي كرتان وقد سبق على بعض الصور مرة وحديث مشهورة في الصحيح هي حديث ربنا وسكع عنا أو صحيح كحسن حذفتها اختصارا جابن بنا وجريب له ومن أهمها وحاس ومهم سن حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه وحكم حديث عمر بن عبسة يسوي الدائرة أي حنبار سنة ينفر بضن قواعد الإسلام كآداب تسكمل وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء السوق لما يسترنا وحن كشي قدونا باب الرجاء مركان قام قال فيه مرك لكن هذا الآن إير صهر مريو وإن يخص يسبه للإمام نوي وحن كجر دخلت على النبي بمكة نبي نم أصوى قال السوق مكجوه يعني في أول النبوة ومرك النبي نوي سبلغ أحد فقلت له وحن كئري مركان ويمد وحن كئري ما أنت أظن هذا قال حول النبي نبي معنا فقلت حان ريمير وما النبي نبي محل ولا جيدا قال حول أرسلني الله تعالى إلها بأي صدر فقلت مركز حان ريمير بأي شيء أرسل ومحل وصدر قال حول أرسلني بصلة الأرحام قال هذا حيرين بالله إلى صدر وكسر الأوثان صنم يذا إنا بربريان والله إلى صدر وأن يوحد الله إن إلهي لكلي لو كلي لعبادتنا والله إلى صدر لا يشرك به شيء احنا انا لو ذا وذكر تمام الحديث حديث كذا ما يصير كيس باب الرجاء الامام انه نوب الله قادم كو من دونه اي شيء والله اعلم الكاسان مشلك استغني باب كافرتني كواد باب تحريم
حقوق وقطيعة الرحم بابها إني حرام تهي إن عاسي والد لماذا للي ما هذا العاسي والدك إن قرب الجويو أي بابها قال تعالى إله الحليه فهل عسيتم إن توليتم في الأرض فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وعمى أبصارهم وما مدنت يحكي لهم الدين مركاسي جيستان إن الأرض إلهي فساد كل أحد باشان والله تماذان كو عممتان وقربنا أدقيسان كوان وكو إلهي والعنضي دقات تري عندنا تري وقال تعالى إلهي والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقاطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار سورة الرعد مركي إلهي السلطة وكان لوحيل كو بلنت إلهي بريني قويني وحي إلهي وفري إن لحيري قرابة كوكا قل كان فسادني لعنة بليه إدار حن إلهي الدنبح وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ربي قاو حكميه إن إساق مبين عدك لأن العابدين لبدا والدنا اللي وناجوه مركز إلهي فلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما لبدي والد ميت كميدا أما لبدا والد بهدي أكتاد يكون قبوبان فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أفنا كلهن هنا هوربنا وحد بها الله إيمان وقل لهما قولا كريما هذا وناكسون وعن وطوصن كله ساق إيرا واخفض لهما جناح الذل ونراريعي دل جرب كيو من الرحمة إن حديث حريص موجود وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا دهنا إله أن حريص سيدي أني إيسو بربريان أنا ير أما لأنهما ربياني صغيرا أنا يربى إيسو عن قبتين وإيسو بربريان صالح حديث كواد باب كان أهنا سدح بقول يصدني ليه وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر والذنوب تتيذ ووين ما إني شاقع ثلاثة ستة حمر بنوية وما إني شاقع الذنوب تتيذ ووين قلنا وحن بلا يا رسول الله ها نوشك قال يقول الإشراك بالله إن لا يحل له ذا جيكو وعقوق الوالدين لبدا والد أو العاصي الله مركم ماشا مريه بوسحابي وحن الليه وكان متكئا ودنقك سنة نبي صلى الله عليه وسلم سنة, سنة مركو انت إن لها فجلس مركب صوفا ليست معنا بوينت وحال سو قاري قضب علس سادر نبي صوفا ليست مركب سؤالا وقول الزور برا رجأ قول الزور هذا كبانتا وشهادة الزور إمر خاتلة بانتا حلي مركب حديثك صحابي فما زال يكررها النبي كما زول سوء العليني قول الزور تابي حد مودا هل كابي كذلك النبي حتى قلنا إلى نسكنري ليته سكت أرهد دعاء مرسلة وان بغن إلا أما أرن كان وحوين مكدم بياول متفق عليه حديث الله بعض عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر ذنوب تواوين كو الإشراك بالله إن إله يحلل وذاجه وعقوق الوالدين اللي بدأ والد أول العاصي وقتل النفس النفع أول الدلو إيو اليمين الغموس يدارت إيوه مركة تيم بشاطة له ومدى قفك مركو دارانا يو بان عبد بريري رواه البخاري الإمام نور بن سود بن حلي اليمين الغموس محا غموس لوي أي يحلفها كاذبا عامدا أي التي يحلفها كاذبا عامدا ومدى مد دارانا يو سوى بان شيء سيء ولا كعن وصمي سميت غموسا مركب محا الله قمك عابا اللي غمس هو وح تيم بشالة لأنها تغمس الحالفة في الإثم محايلة قفك دارانا يو بانتنا وبريري بيوحي كسي فوقينيسا كسي تيم بينيسا دمبيا ساسا مركي من المسلمية وعنه أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحال يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من الكبائر الذنوب تتيدا ومحا كمدا شتم الرجل والديه نينك إنه لبدي سوالد عايو قالوا حين يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه مقف با لبدي سوالد عايو يعني قف يعني ماشي الرجل حكى لي انت قف كسو بن ادم ما نسر لي ان من النقضه يعني مو حاجه قف والد لبيس والد عاي وكل ماشي كده قال قالوا نعم ها
يسب أبا الرجل قف كلا أبيه بعايا يسب أبا كان كلا يسوي أبي عايا ويسب أمه قف كلا هيدي بعايا فيسب كان كلا نرفع أمه يسوي هيدي يعني قف كلا أبي سح كشي جس أدون كايا لو سوي دارنايا هيدي وح كشي جس أدون هيدا بمركا مركيبة لو صار بدع مركا كا أبي هذا وح كشي جلين أم هيدا وح كشي جلين أبا يود وح لقام الشيء جمو إن مركا أبها هيدا وح لقى الشيء جم حاك يعني هذا ضد كلا أبو هيدا وح كشي جي هذا وضد مركا فور مركا إن لعاية هذا صابه هوا وعلم من تهاي مركي إلهي سورة الأنعام ولها ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كوان قال هذا مشركين أسنام تدو حكى شيء جنا وهذا حكى شيء تانو عيدان إله بيجون حكى شيء جيا مركا عدوها كيمو حديث أفراد عن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي دعيل لا يدخل الجنة قاطع جنة مقره مت قرابة جوس قال سفيان في روايتي يعني أي قاطع رحم ميت قرابة قويسة جنة مكر متفق عليه حديثة سناد وباقة ودنبية أهنا حديثة لو سدح بغل أفرتا وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الكوري قال إن يري إن الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى حرم عليكم إذن كحاران تنمي عقوق الأمهات هوينك إن العاصية ومنع ميا يوهات كان ومنعا ما يمبحين يوهات كان أو يسي نو إذن كحران تنمي وأدي البنات هبلها إن لنا لحبا لنا ولذن كحران تنمي وكره لكم إلهي وحيدا لك هذي كراهية قيل والليري قال وقال ويري إن أتوضان إيوا كثرة السؤال سؤال تربضنا مال وسعتان لهين إيوا أضاء وإضاعة المال حولها إن ضيع أنت إلهي ودي متفقون عليه مركا إريضا حديث صار المحيي قرن عقوق الأمهات هويك إلا عاسيو يضد معناها أبي هويك إلا عاسيو لا وضعوا إسكو دم بيئين لكن هويك مسي جرتو أبا حلقا يابا نسكات كيسي بدن يهي وعدن أو يولا دور ما شو دون هكرد أنت كده مسؤولية إيه ما صار لكن هو ذي هنا هردو إيده لأنه لا شبك كده عادي يوب بضانته هاي مركب مسه لنا ومدة كلا ده أنت أي صار لبتوطي ويكب بضانته أنت أضيع وصار لبتوطي ومدة سد حاله سد حق بقى إله يسي هل كي إنك أضيع حق من لسي مركب سجارة در دارن كود عياوي ولله إله سبحانه وتعالى مركي وكهل لي والدك في سورة اللقمان وهنا على وهن وفي صال وفي عامين أن يشكل لي ولوالديك إلي المصير سجارة هو إذا ديرة دل صار ولا صو معركتي دالا دعذي ولا صو كفت الله كاك عذي بيبي صو مرت مرحلة مرحلة كذا بيس بيش كذا بيس هاي ويصير ضعيف هيس كدي من وحوي لي وفي صال وفي عامين لا بس صنع حريرا أنت ولا نوجيني مركا وح صو ضم بي هو إذا مركا تا إذا مركا سجارة مركا الله أقدر ضم وقوله كلمة منعا حالك هذا معناه أي منعه ما وجب عليه قفك وحكو واجب إنه ديده أو مثلا زكذي يوكل بيح ما أقل أمرح إلا إسكد البو خير وهاتي معنا أي طالب ما ليس له وحصا لهن إنه ما تضن ضربه هلا يسي هلا يسي وحكو صارنا أذن بحين وأدي البنات محلق هذا معناهم دفنهن في الحياة إن لنرى الحبالة يقول نول إن الحبالة وسي عرب سمين جرتيا وقيل وقال نحل عنه على وضع الحديث بكل ما يسمع قف وح الله وح مقله إنه كشك حليل حلا صقر وح مدو المصدر عن لهين أو ثنتيسيتي عن لهين مال هديل الرادع مال لو سهجة عن لهين إن وقف وعضون إسخشوا فيقول رقيل كذا وح سليل وقال فلان كذا هبل نوح سويري مما لا يعلم صحته وحسن وربوه إن يسحيهين إن يسحهين ولا يظنها أن يقين سني يقين أمها وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع قف كان واحد دم دبا وغفلا وحا أمقلا ودقيه سوى يساق ابتانا لن سيح الله وإضاعة المال إن حالك هذا أي تبذيره إن حولها لو تبذير لو سمي وقف كمركا ومارتي سلطان أبحي يوصرفه في غير الوجوه المأذون فيها ونكبحي مال أن ليس أمرين
oo min maqaasidii alaakhirati wadunya meel aan la is amrin oo ah meelihii aakhara ee adduunyaba wax aakharana ma hormarsanayo wax adduunya ma hormarsan laakiin baasha saab u firdhinaya waa la diiday iyo watarku xifdihi maa imkaani alxifd inuusan ilaalin xoolihii iyadoo suurtagal ay tahay inuu ilaaliyo wakaharatu suaali maxaa laga wadaa ay lilxaaxu in uu soo celceliyo oo su-aasheeda badiyo fiimaa laa xaajata lahu waxaanu dan ka lahayn dadba wax iska jecin waxbaa la weydiiyaa oon kaliya amaba su-aal labaad noqon kartaa waxay noqon kartaa in uu masaa'il aan loo darsan inuu maantan uu galo laa tasalu can ashyaa in tuda lakum tasu'ukum uu nabigu sal alla lay slam uu leeyah oo kale wuna noo tilmaamoomadihii hore waxyaabaha lagu halaagay inay tahay ama su-aalu maantana waxay siina iyaduna waa tan fiimaa laa xaajata lahu وفي الباب أحاديث باب كوحا قصور أحاديث سبقت في الباب قبله أو باب كي كهري قصو هرمري كحديث وقطع وأقطع من قطع وأقطع من قطعك حديثي أهاو مثلا وقرابة كهالليل مركي رحمك عرشي اسكسو الله الذي وإلهي وبلن قادو يرمياني كوف اللين إن عدك حرر سنعان حرني وأقطع من قطع عدك قوي سنعان قوي إيو حديث من قطعني قطع الله عدي أني قوي ساي إليها قوي حديث ذات الماما يانا بابك يكو صهر مري وإلى هنا وبالله توفيق.